من جهتها قدمت الصين شكرها للجزائر على المساعدات الطبية الطارئة الموجهة إليها، وذلك في بيان لسفارة الصين اعتبرت فيه الجزائر بمثابة الصديق الحقيقي، وأشارت أن هذه المساعدات القيمة تعد خير دليل على صداقة تاريخية عميقة تجمع بين الشعبين. وأشاد البيان بعلاقات الصداقة القوية التي تجمع الجزائر والصين، حيث أبدت استعدادها لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.